السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا باي تعزه غنستهدفوا ان شاء الله ثلاثه ديال الدواوير. الدوار الاول اللي هو ايميغزر، الدوار الثاني ايمو موشا، والدوار الثالث ايت موسى، بالحضور ديال الاخ ديالنا السي علي اللي جا من هولندا من اجل انه يقدم يد المساعده للضحايا ديال الزلزال. السي علي السلام عليكم. كي داير بخير؟ الله يبارك فيك خويا علي. شهدنا انكم قمتم بزاف ديال الاعمال في العالم يعني، والاعمال ديالكم كتشهد لكم. دابا انتم يعني حاضرين في الميدان باش نتجهوا ان شاء الله ل 120 اسره اللي غتفرحوها. اولا طبعا الحمد لله هذا العمل هذا، ولو درنا شنو ما درنا كنحسوا دائما طبعا باننا مقصرين، لان انت كتخدم وكما دابا هاد الدواوير اللي ذكرتي دابا ما كانوش كاع في البلاد، حنا خدامين في منطقه اخرى، دواوير اخرى اللي خصها جات في الطريق يعني، على بان هاد المناطق هذه باقي ما وصلوها، يعني كتحاول في البلاصه عاوتاني تلقى شي حل وتلقى شي طريقه انك توصل لهم تاني. من بين النقط اللي زعما خاصها تذكر ضروري، ما خاصنا نذكروها، هو ان مؤسسه الخطاب وحنا شاهدين لاننا كاينين في التيران معاهم، الحاجه الوحيده اللي زوينه في هذه المؤسسه هو انهم تيخدموا على المناطق اللي باقين الناس ما وصلوهمش وباقين متضرر. وهذا اهم حاجه طبعا، اي بلاصه اللي فايتين وصلوا لها وفايتين يعني جاوها مؤسسات اخرين، ولكن ما عندناش شي حاجه اللي نديروها طبعا. الواحد كيمشي للاولويات هو الاولى، كاين بعض من الناس مثلا كتلقاهم باقي حتى القفه ما وصلتهمش، باقي حتى يعني لي طوم ما وصلوا، باقي حتى عزك الله التواليطات ولا الدوشات ما وصلوا. فاحنا نخدموا بعد على الاولويات، وديك الساعه في نفس الوقت كناخذوا واحد التقرير وكناخذوا واحد يعني النظره على هذه المنطقه ولا على هذه الدواوير، باش ان شاء الله باذن الله وبالمتابعين وبالاحباء كاملين نرجعوا ونزيدوا بهذه البلاد وبهذه الدواوير قدام ان شاء الله. بزاف ديال المشاريع داروا في يعني قبل الزلزال وفي الزلزال، وان شاء الله كاين مشاريع مستقبليه اخرى، نتوكلوا على الله نمشيو للدوار ان شاء الله على بركه الله، لان الوقت يداهمنا. شكرا. مرحبا بكم عندنا. الله يكبر بكم. الله يحفظكم. مرحبا بكم في الجنه. شكرا. مرحبا بالوالدين. الله يكثر خيركم. السلام عليكم ورحمه الله. حنا معاونين كاملين في الخير. ورا الاخوان يعني ديال الاعضاء اللي معانا، راه يعني راه عجبتهم هاد يعني هاد الاستقبال اللي سخوتونا، راه وصل للقلوب ديالنا. لا راه حنا مغاربه، خوتكم الاخ علي حتى هو من الجاليه الهولنديه، رئيس مؤسسه الخطاب، اللي يعني هاد المؤسسه اللي كتقوم بواحد الاعمال خيريه كبيره لا تحصى في العالم، يعني في عده دول. كنبغي نقول ليه شكرا، لانه بصراحه يعني راه كان واحد الدور كبير، وكاينين جنود الخفاء اللي يعني كيحاولوا ما امكن انهم يعني يقدموا الخيام، يقدموا المشاريع، يقدموا داكشي اللي غيحتاجوا الناس. فشكرا للاخ علي اللي غنخلي لي واحد الكلمه. الله يكثر خيركم. حنا من جهتنا راه واخا دير شنو ما درتي دائما كتبقى تحس بانك راه يعني مقصر صراحه، طالما انه ما وصلنا حتى لهذا الوقت هذا، يعني لم يوم اننا مؤخرين، ولكن هذه 22 يوم تقريبا عاد وصلناكم، فكتحس دائما بانك لا كان خصك تكون يمكن النهار الاول ولا النهار الثاني، ولكن لا يكلف الله نفسا. كيف ما شفتوا دابا وصلنا للدواوير اللي غتستافدوا ان شاء الله من
هذه المساعده بحول الله، وايضا غتكون واحد الدراسه لهاد الدواوير باش نشوفوا الاحتياجات ديالهم وشنو خاصهم باذن الله نوفوا عليهم. على بركه الله ينطبق عليهم. معكم مليون من الدوار اللي غزرا جات معنا، جاتنا عندنا الجمعيات ديال السكران والجمعيات ديال الخطاب، وجبنا هاد الكفات 120 كفة قسموها الدوار إيمي غزر موسى، الدوار إيمي غزر، والدوار إيمي موسى. كنشكركم بزاف على حوالكم، الله يزيدكم الخير. السلام عليكم، معكم مصطفى بوزيد من دوار إيمي غزر جامعة تيتيكاس في لبنان. جات عندنا اليوم جمعية الخطاب وجمعية شكران، قدمت لنا واحد مساعدة إنسانية في ثلاثة دواور، دوار إيمي غزر، دوار إيت موسى، دوار ويموشا، فيها 120 كفة. راه كل عائلة خدات حقها والحمد لله، راه كل شيء الأمور دازت بخير وعلى خير على ما يرام. السلام عليكم. سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، اللهم يا ربي تقبل منهم صالح الأعمال، اللهم يا ربي اجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، اللهم يا ربي اجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم يا ربي تقبل منهم إنك أنت السميع العليم يا رحمن يا رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم جزاء الأوفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميع الإحسان يا رحمن يا رحيم بامين، جميع المحسنين داخل الوطن خارج الوطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى خليفة الخير، ضرب ربي تبارك وتعالى يقبل ربي الصدقات لسنا، يقبل ربي الإنفاق لسنا، يقبل ربي العمل لسنا في ميزان حسناتهم يا رحمن يا رحيم بامين، هذا اسم الجزاء بجزاء الأوفاء، هذا اسم الجزاء بجزاء الأوفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم يا رحمن يا رحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم في دار الجزاء وفي يوم الجزاء يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم يا ربي تقبل منهم صالح الأعمال. برحمتك يا رحمن الرحيم.